ست عجيبة جدا. ولا شفت لما كانت بتتكلم مع الجماعة اللي لابسينهم صباح؟ لا 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 لا، الحكاية بجد، الست دي بتعرف. صح ولا ايه؟ ممكن. مالك يا زينب؟ انت تعبانة؟ انا ممكن اقعد النهاردة منزلش. لا لا، روح شوف وراك ايه. ده ربنا سبحانه وتعالى قال: وكل اعماله فسيرى الله اعمالكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. طيب انا مش هغيب عموما، هدفع بس تأمين العربية وتاني جاي. انت هتروح لأم صباح؟ انا هحضر الغدا الاول واروح لها. طيب. محروس. خد بالك من نفسك بقى. حاضر. انا عايزك انت اللي تاخدي بالك من نفسك. الحمد لله يا رب، رزقتني بملكة جمال وعندها الإيمان ده كله في قلبها. طب أعمل إيه؟ أروح فين؟ ربنا يخليك ليا يا زوزو. يخليك يا محمد. أقول لك معايا هريسة؟ حبيبتي يلا. شفتي؟ نسيت المفاتيح. انت اللي يبص في عينك انت نفسه. يلا حبيبتي، السلام عليكم. صباح الفل يا باشا. معلش اني بكلمك في البدري. ربنا يوسع عليك، ما يأمر عليك ظالم. بقولك يا باشا، مفيش شيلة جامدة كده عطرتوا فيها كام ساعة اللي فاتوا دول؟ ست ودي اتمسكت بيه. لا ترمضولي ايه؟ لا لا لا، مش هي. ماشي يا عمهم، صباحك رزق ان شاء الله. بس والنبي لو ظهر قدامك حوار زي اللي لغيتك عليه ده بقى لغيني. ماشي، احنا معادنا اول الشهر ان شاء الله. سلام يا عمو. الف سلامه. بقول لك ايه يا عمو انسي، هو اللي انت كلمته ده بيخدم فين؟ في مكتب المكافحه ذات نفسه، سكة من اتنين يا راشد ملهمش تالت. البت دي طمعت في الحاجة وهي في القطر، الشيطان وزها وقالت تخلصها من لكن نفسها. السكة التانية تكون متفق مع البت دي وعايزين تأكلوني اللي ما يتاكلش. لا، وعهد الله اللي في دماغك ده ما حصل. ولو فتون هي اللي عملت كده يبقى ضربتنا على عيننا احنا الاتنين. مش مصدقك بس ماشي. انت كده كده بتاعي لحد ما اتاكد انك ما بعتنيش للبنت دي. وهجيبها هجيبها هجيبها، كيس واحد من اللي معاها يطلع. ولما اجيبها هي اللي جابته لنفسها بقى، هعمل لها ايه؟ ماشي، انا مش هفكك غير لما ترجع. امرح، عايزك تبرطع. سلام يا برنس. منك لله يفتون.
منك لله يا فتون. ايوه حاضر. اوف، صباح الخير. في هي الساعه كام؟ داخله على 10. وايه اللي جايبك يا فتون الساعه 10 الصبح؟ خير؟ ايه قله الذوق دي؟ هو انا كنت بايته في حضنك؟ طب والله العظيم انا ما نمت من امبارح. ما نمتيش من امبارح؟ طبعا، ما هي دي الشغلات اللي بتنيم الناس وش الصبح. طب بذمتك مش الشغل عند فاضل كان احسن وانضف؟ على الاقل اهو فنانه راحت، الفنانه جت، بدل الرجوع وش الصبح ومحدش عارف جايه منين. هي الامخاخ الوسخه اللي زيك دي هي اللي بتفكر كده. يا اخي انا كنت في قهوه في وسط البلد قاعده على كرسي خشب لحد ما عظمي نشف. ما عندكيش حاجه اصطبح بيها؟ هو انت ما عندكيش دم؟ اصطباحت ايه اللي يخلي واحده زيك تسيب بيتها وتروح تبات على كرسي في قهوه في وسط البلد؟ تصدقي وتامني بالله انا غلطانه، غلطانه اني اول ما فكرت اروح لحد جيت لك انت. ما انت عيله الا وهتودينا في داهيه. اوديكي في داهيه؟ واضح من كلامك انك عامله مصيبه. خير يا فتون؟ في ايه؟ هاتي من الاخر. اسكتي يا بنت، انا عملت غرزه شقاوه كده بس هتنقلني نقله تانيه خالص، بس هي محتاجه شويه تظبيط. هتعملي لي قهوه ولا لا؟ طبعا اعمل لك احلى قهوه يا حبيبتي من عينيا طبعا. والغرزه اللي حضرتك غرستيها وجايه بيها غرزه شمال؟ شمال الشمال. انا كان قلبي حاسس انك ما بيجيش من وراكي غير الغرز الشمال، بس خلي بالك يا فتون الشمال بتاعك بيجيب في رجليه البوليس اللي بيجرجرنا على الاسم ويبهدلنا. خلاص يا فتون قولي كنت جايه وعايزه ايه. انطقي يا زفته. عايزه ايه؟ هو بعد اللي انت قلتيه ده انا هقول لك حاجه؟ ده انا هفكر اذا كنت احكي لك ولا ما احكيلكيش. اصل الموضوع ده عايز قلب جامد وحد ما بيهموش حاجه. وبعدين انت لا مؤاخذه يا غنوه يا اختي، مالكيش غير في الحنكره والبسباسه. لا يا حبيبتي، الشغل ده انت اللي تعرفيه. انا اخري اشرب كاسين واسكر. اوكي، اخد لي سجارتين فيري جود، وممكن اخرج واتبسط لي يومين، اعمل شوبينج حلو واتبسط، بس ما اخدش فلوس. حد الله ما بيني وبين الفلوس.